اهلا وسهلا، اهلا متتبعي قناة شوف سبور. بعد غياب طويل، انتم ما تتعرفوا الاسباب اللي كانت عندنا، ولكن احنا غنحاولوا اننا نطوف الصفحة ونبداو المستقبل ان شاء الله. وهو احنا ظروف الحماية هي الوقاية. الوقاية كيف ما تيقول المثل العظيم والمثل في الشهير، والوقاية خير من العلاج. ولكن رغم أن الحماية كتلقى الإصابات ماشي غير في صفوف الوداد ولا في صفوف أي فريق من الفرق الوطنية، حتى في الفرق العالمية والفرق القارية، ولهذا الجميع يحث على الوقاية أكثر في جميع المناسبات وفي جميع التظاهرات وفي جميع حتى في أثناء التدريب أو أثناء القيام، لا بالفنادق ولا بالمنازل بالنسبة للاعبين. وهو كتعرف قبل انطلاق البطولة من جديد بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر في الحجر الصحي، منع التدريب، هذه كلها كانت وسائل وقائية وكانت سباقة من طرف الدولة المغربية. وحتى خدينا البديل احنا كجامعة ملكية مغربية لكرة القدم أو كفرق وطنية على أساس أننا دخلنا انخرطنا في نفس العملية وهي الحجر الصحي. بعد التوقف تبين للعالم أننا كان كيتضرب المثال بالقرار اللي اتخذ في المملكة المغربية، إلى أن قلنا تعطات الانطلاقه انه الرجوع الى الحياه الطبيعيه بشكل تدريجي. هو شيء طبيعي، شيء طبيعي الانسان بعد توقف دام اكثر من 3 اشهر. اللاعب بحاله بحال اي اله، حتى تكون خدامه سامرش راه سامرش، حتى توقف راه المصير ديالها وهو انه خسر لونتروتيان، خصو يقوم بتدريب اكثر، خصو يعاود يخدم اكثر، خصو واحد لابريباراسيون، بزاف ديال المعطيات اللي تيخلي اللاعب انه يكون نشيط او في المباريات اللي تيقوم بها اثناء الدوري. وهو احنا باتصال دائم مع اللاعبين ولا مع الاطر، لا التقنيه ولا الطبيه، وتنحتهم كيف ما تنتلقاو حتى حنا النصائح كنعاودوا اننا نستمروها ونعطيوها للاعبين على اساس انه يتعاملوا بها. ولكن مع هذا الوباء انت كتعرف راه واحد العدد كبير ديال الناس تيتصاب وما تيعرفش كاع الاصابه منين جاتو، لان في اي ظرف من الظروف ربما غير في لمس وربما غير بارك انا وياك نقدر نتصاب الله يستر. ولا انا حنا تنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين، لا من اللاعبين ولا من المواطنين المغاربه ولا غير المغاربه. ومع ذلك كنحثوا على ان كل واحد يحتاط الاحتياط ثم الاحتياط من اجل باش ما يتصابوش، لان هذا الوباء مازال ما عرفناش المصير ديالو فوقاش غادي ينتهي. احنا عرفنا فوقاش بدا، ولكن فوقاش غادي ينتهي؟ غادي ينتهي باللقاح، اللقاح اللي غير موجود الان. انت كيف ما قلتي ان الجميع كيعرف باننا الوداد ظلمت، ورث عليها واحد الظلم، وهذاك الظلم حنا كنحاولوا اننا نرفعه باش اننا نمشيو فيه الى ابعد نقطه، تندافعوا على الحق ديالنا وتنقولوا لا للظلم. ورا المؤسسات هما اللي قايمين، وحنا تنتظروا كيف ما كينتظر الجميع، الا اننا خص كنعاودوا ناكدوا اننا ما تخليناش وبقينا غاديين في هذه المسيره. نقدروا نصيبوا ونقدروا نخطئوا، ولكن اننا مشينا من اجل الدفاع على شيء واحد وهو لون الوداد. دابا كتسول العاشق الاحمر كيسولوا على الميركاتو، حنا باقي باقي يلاه لعبنا الدوره 21 في البطوله الحاليه، اذا باقي لنا 9 دورات، ماشي دوره واحده، 9 ديال الدورات راه ربما هما اللي كيحسموا في مصير البطوله. حنا من الناس اللي تنقولوا دائما ان الوداد تاسست من اجل الالقاب، من اجل اللعب على الالقاب والمراتب الاولى.
محمد النهري، لا محمد النهري اننا جلسنا ماشي مره ماشي جوج ماشي 10 ماشي هفذ دفذ الشهور الاخيره، ربما ما يزيد على 8 او 9 شهور وحنا كنجلسوا من اجل تجديد العقد ديالو، الى انه هو عنده راي اخر ويتملص بطريقتنا اخرى، هو تيتملص والتملص ديالو هو اللي خلى انه يغيب انه يكون حاضر مع الفريق. اذا احنا تنتمسكوا بالامور لاننا الوداد ما وقفاش على الناصري ولا النهري، ولكن الوداد عندما يكفي انه غاد مشاو لاعبين كبار في مستوى عالي وجاو لاعبين والحياه لا زالت مستمره، ما غنوقفوش نادي الوداد على شخص. ودابا انا اللي ما كنبغيش يتفهم ليا وهو انه دائما تنطيحوا في نفس الاشكاليات، عندنا انا ربما عندنا ملفات عندها 4 سنوات ديارة سيسوكو سيسي وحنا بقينا متابعين مع الملفات خاصة الاجانب الافارقة. جا ملف ديال جيبور، ملف ديال جيبور غادر في ظروف كيشوفها الجميع، كان اديو ليه المستحقات ديالو انه غادر كيف غادي نقول لك انه فسخ عقدي من جانب واحد، والقانون تيعاقب على هذه المساله هذه، وحنا مشينا معاه في هذه المسطره. كان هناك واحد الخلل ماشي وقته باش نقولوه، انما انا كنأكد للجميع وغادي نبقى ناكد لهم ان ملف ويليام جمهور لم ينتهي، كان ملف حكم غيابيا الوداد بهذا، الى اننا استدركنا هذا الامر ومشينا عاوتاني وشرحنا للفيفا، ولكن قالوا لنا خصكم ديروا واحد دوزوا المرحله الاستئنافيه. فعلا باشرنا الامور الاستئنافيه وتقبل الملف ديالنا، والملف لا زال معروض على محكمه الطاس، ولا زال لم يبت فيه بصفه نهائيه الى يوم هذا النهار اللي كندوي فيه، مازال ما تعينت حتى تاريخ الجلسه، الى ان هذاك القرار صدر في نهار 27 فبراير، دابا 7 شهور الى ما وتكلمات عليه الصحافه ما يكفيه في ذاك الوقت. انا ما كنفهمش علاش خرج في هذه الاونه بهذا الضبط بالضبط. ايوب سكوما عزيز على اللاعبين ديال الوداد، دوز المراحل ديال الشباب ديالو في نادي الوداد، في مدرسه الوداد، تكون في مدرسه الوداد، الى انه مرتبط مع فريق اخر، ما غادي يسالي حتى الى نهايه الموسم، هذا الشيء سابق للاوان ديالو، ما خصناش نبقاو نتكلموا فيه، وحنا اللاعب مستمر مع الفريق ديالو وانا غادي نتكلم عليه، ماشي هذا ماشي وقت هذا الكلام هذا. نفس الاشكال الهجوج راه مرتبط مع نادي خريبكه، انا مازال ما كنفهمش، حنا مازال كنقول لك عندنا 9 دورات باقي خصنا نلعبوا 9 دورات، عندنا لاعبين خصنا ندوزوا نلعبوا الدومي فينال، تنتمنوا اننا نتاهلوا للنهائي في عصبه الابطال، وعندنا ما يكفي من اللاعبين، ربما احنا ماشي في الاواج العطاء ديالنا الان اللي تتعرف مع التوقف مع الاصابات بالفيروس، الله ينجي الجميع، وتنتمناو الشفاء العاجل للجميع واللاعبين ديالنا ويرجعوا ان شاء الله ونعاودوا ناخذوا المنافسه بجديه من اجل الحصول على المراتب الاولى، ولما لا ان شاء الله نكونوا ان شاء الله ابطال في اخر الموسم. هو ما كاينش اللي خصو يجيب اللاعبين الكبار او لاعبين مميزين، الى انك تشوف بان سوق الانتقالات كانت ضعيفا شيئا ما، والناس اللي تنطلبوا منهم انهم يمدونا بشي لاعب تيحتفظوا به لانهم حتى هما تيلعبوا على كيف ما تنقولوا في الدوري المغربي، كل شيء لاعب لا اكادير ولا بركان ولا هادو كلهم تيلعبوا من اجل الحصول على مراتب متقدمه، ما يمكنش يجي يعطيك لاعب يقول لك الله يخليك راه كنسير انت تنافس به وانا نبقى، ولهذا احنا ان شاء الله
كان الوعد من الجميع اننا غادي نكونوا في سوق الانتقالات وغادي نكونوا في المستوى ونحققوا المطلوب. وحنا راه تنعرفوا راه نادي الوداد هذا ماشي نادي صغير، نادي من اكبر الانديه على الصعيد الافريقي، خصنا نحافظوا على المكانه ديالنا. حنا تنتمنى واحد الجميع، اول شيء وهو كيف ما تنقول لك كنتمنوا الشفاء العاجل للجميع مرضانا من اللي تصابوا بهذا المرض الخبيث، وتنتمنوا ان تكون الروح ديال التنافس والروح الرياضيه بين جميع الانديه الوطنيه. وهو دابا ما يمكنش نعطيك تقييم للمستوى ديال البطوله، لان كتعرف هذه الجائحه رهقات المسيرين ورهقات اللاعبين ورهقات جميع المكونات بما فيهم المشاهدين الجماهير المغربيه. اليوم كيشوف النادي اللي كيميل ليه انه في وضعيه، الغد كيلقاه في وضعيه اخرى بسبب الجائحه. اذا التقييم ما غاديش يكون الا اخر السنه ان شاء الله، وتنتمنوا كيف ما كنعاود ناكدها ونطلبوا من الله نرفعوا الايادي ديالنا ونطلبوا لمرضانا ان شاء الله الشفاء وعدم اصابه جميع المغاربه، وان شاء الله الله مدبر حكيم. هو التطوير دائما هو اللي كيجيب المناقشه. آلية التحكيم غادا شيئا من تتطور التطوير، حيث كتدخل عليهم واحد التقنيه جديده اللي سميتها الفار، كتحسم شيئا ما ولكن ماشي بواحد النسبه ديال 100%، ولكن الناس اللي كيتعامل مع هاد الآليه وهو البشر. البشر خطا، حنا ماشي اي واحد خطا غادي نحاسبوه، حنا كنحاسبوا اللي عنده نيه سيئه ما اللي عنده نيه حسنه. بشر كيف الجميع، كل شيء كيخطا. راه شحال من واحد كيكون انه باغي يؤدي شي امانه لاعز الناس ليه وكيخطا في الاداء ديال هذيك الامانه، واش غيحاسب راسو يقول انا غلطت لحقاش عطيت لولدي شي حاجه وضرته؟ لا، ولكن كيصحح المسار ديالو والخطا ديالو. حنا هذا غير تدبير وقائي، هذا الشيء اللي طالبنا به. ومع ذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشكورة أنها ساندت جميع الفرق الوطنية لا معنويا ولا حتى ماديا من أجل إن شاء الله باش يكونوا أو يتغلبوا شيء ماشي ويتغلبوا شيئا ما على هذه الجائحة، أو يتغلبوا حتى على المصاريف اللي مداتهم بالنسبة للقسم الوطني الأول ولا الثاني وحتى الهوات. علاش غادي نتصارعوا؟ نتصارعوا لاجل التسيير؟ راه كل واحد كيسير بما يبلي عليه الشرف والضمير. ولكن الناس اللي بغى يؤولوا شنو؟ تنقول لك حنا اهلا بالتاويلات. السيد فوزي القجع ياتي بافكار جد مهمه للكره الوطنيه، كيتعامل باريحيه مع جميع الاعضاء ديال المكتب الجامعي. وكلهم كيناقشوا وكيناقشهم، اذا انا علاش غنتصارع معاه؟ شنو هو نوع الصراع؟ وعلاش غادي نتصارعوا؟ أنا باقي تنعاود نأكدها. شكرا للجامعة، شكرا للسي فوزي، شكرا للجماهير ديالنا، شكرا لجميع المكونات ديال المغرب، شكرا لكل اللي كيساند جميع الفرق ماشي غير الوداد، جميع الفرق الوطنية أو الكرة الوطنية أو جميع الرياضات في المغرب. إذا علاش غادي نبدا نأولوا أو نبخصوا العمل ديال أي شخص؟ اللي كيدافع ما كيدافعش بالقليل، كيدافع بالكثير كيدافع بالقليل. ولكن الحمد لله كاينه غير على كره القدم الوطنيه، وكل شيء خصو يمشي في مسار واحد من اجل تطوير كره القدم الوطنيه.